بما يخص السيكولاتري سيستم، إذا جاك تعريف عبارة عن جهاز يتضمن نظامين. أول جهاز تأخذه جهاز دوران أو نظام الدوران داخل جسم الإنسان، يتكون داخله نظامين. منو عندنا الجهاز الوعاء الدموي والجهاز الوعائي اللمفاوي، بمجموعهن اثنينهن يكونن لي جهاز الدوران. يعني مو بس الجهاز الوعاء الدموي، لازم نضيف ويا جهاز الوعائي اللمفاوي. الدموي يجري به كريات الدم ككل، واللمفاوي اللمفاويات فقط. هذاك عرفنا وظيفته شنو، كريات الدم بصورة عامة، واللمفاويات أيضا. أخذنا الصور محاضرة على شيء بسيط وجبنا لكم من عندها السؤال اللمفاويات. هسه احنا نجي عرفنا هو متكون من شقين من هذين النظام، نجي لكل واحد من هاي الأنظمة داخل جهاز الدوران نشوفه شنو مكوناته. عندك الجهاز الأوعية الدموية، هسه إذا واحد يسألك يقول لك شنو مكوناته، ضحكون عليه، هذا السؤال بسيط. هو القلب، الشرايين، الأوردة، الأوعية الدموية الشعرية، هاي الكابيلاري، يعني مو الكابيلاري التيوبات، انتبه، كابيلاريز الأوعية الدموية الناعمة الشعرية الدقيقة جدا يقصد عليها، والسينيوسايتس. هذين الخمس نقاط هم يكون لي الجهاز الوعاء الدموي. القلب معروف وظيفته ضخ الدم. الشرايين مثل ما تقولون هي عدة أوعية صادرة تكون أصغر، كل ما تمتد وتتفرع وظيفتها شنو الشرايين؟ تحمل الأكسجين والمغذيات إلى النسيج بواسطة الدم، هاي الوظيفة مالتها. زين، الأوردة أيضا حويصة أو أوعية صادرة جسم، لكن تكون أكبر. هناك شنو؟ نشوف شلون نقارن باوع ناس ملا، هنا شنو أكبر عكسها، حد ما تكون قريبة من القلب. وتحول الدم مرة أخرى حتى ينضخ. يعني الأوردة لها علاقة بالقلب، هل ما تكون قريبة من القلب تكون كبيرة بالحجم، هناك لا. الشرايين لا، تكون صغيرة ومتفرعة وتحمل المغذيات والأكسجين بالدم. واضح؟ هسه صار عندك فد مقارنة بين الشرايين والأوردة، شيء بسيط. زين، الكابيلاريز شنو؟ أصغر وعاء دموي ممكن أسألك بالجسم هو شنو؟ هو هاي الكابيلاريز، الأوعية الدموية الشعيرية الصغيرة. شايفين مرات واحد يطق صابع هيك يطلع صوت، صابع إيده أو صابع قدمين، من قد ما هاي الكابيلاريز رقيقة يمكن تتمزق. وفترة تشوف بجسمك أو بهذا المكان اللي صار فيه مثل حركة عنيفة تشوف كدمات، هاي تجلط صغير، يعني هذا الأوعية الدموية الشعرية تحطمت وتجلط الدم بهذا المكان. حتى يصير عندك واضح الفكر عن تصور عن الموضوع. أصغر وعاء دموي موجود بجسمك هو الكابلري، يصير تبادل بينه وبين الأنسجة بهذا المكان اللي هو موجود به، يعني تبادل الدم. السينيسايدس هذا يكون شوية أكبر من الكابلري، وبي خلايا مبطنة خاصة، يعني هسه الأصغر هذا شوي أكبر من عنده، بي خلايا مبطنة، ولكن الخلايا البطانة مالته القاعدية غير كاملة، هذا الفرق عن ذاك. يصير أكبر شوية والبطانة الداخلية مالته موجودة، والجزء القاعدي مالته البيزل لامينا اللي احنا نسميها اللي يستند عليها يكون غير كامل. هسه انا عرفت بمجمله هذا هو الوعاء الجهاز الدوران الدموي مكوناته ووظائفه، انتهت، ما اظل الح، يعني راح اتعب نفسي وادوخ نفسي واظل اقرا زايد ما افتهم.
هسه النظام اللمفاوي شنو المكونات تقدرون تقولوا لي؟ هسه انا اجي على النظام اللمفاوي، عندكم فكرة منين يتكون؟ بصورة عامة يعرف يكتب. جيد، خلايا لمفاوية. نعم، شوف خلي ببالك فكرة أحسنت. ما دام هو مرتبط بجهاز الدوران، وجهاز الدوران بخلايا العفو جهاز دوران دموي، فإذا أكو اتصال بينه وبين النظام الأول اللي هو الدموي. أحسنت، مدكم معلومات جيدة، تابعين يعني. ممتاز. أيضا هنا يقول لك تشوف إن أنا كابيلاريز لمفاتك، يعني نبيبات شعيرية أيضا موجودة به، حجمها مختلف. في نهاية الجهاز الوعاء الدموي أكو اتصال بيناتهم، ويكون هنا الحجم يعني أيضا متنوع من كبير إلى صغير. ولكن الأهم، الوظيفة المهمة هي شنو لهذا النظام؟ هي إعادة السوائل من الأنسجة إلى الدم، يعني من العقد اللمفاوي إلى الدم. هي إيش حتى يصفيها من الميكروبات، الأشياء الموجودة. يعني هو وظيفة الجهاز اللمفاوي دفاعية مناعية. واضح؟ انت بس تفهم الفكرة العامة راح تعرف كل الأشياء هاي. من تفهمها تقدر تعبر عنها بلغتك الإنجليزية الخاصة. يعني انتو هسه أول ما بديتوا بداية السنة كنتوا تعانون من الإنجليزي، هسه ما شاء الله عبر فترة من الزمن شوفوا شلون، يعني ما أصبح عائق، وإنما عقلك بدأ يتأقلم. أنت مو ببالك هذا الشيء العائق، يعني راح تظل 24 ساعة مخلي حاجز لنفسك وصعب وصعب. كل ما هنالك أنت بس تعرف المعلومة الصحيحة عبر عنها بالإنجليزي مالتك المضبوط، حتى لو أخطاء بسيطة تتعلم شوي شوي، وبالتالي أنت أصبحت شنو مهيأ تجتاز المرحلة. كل الخلايا بهذا الجهاز اللمفاوي عندها تبطن بطبقة واحدة. شوف هنا احنا بدنا نحكي على الجهاز اللمفاوي وجدت جيد حمراء صح، لكن عندي 2 أنسجة أخذتها سابقا، يعني نسميها طبقة واحدة من هاي الأنسجة، فهذا شوي متداخل مع الإبيثيليال سكويمس ابيثيليال تشو. كنا ذكرت خلايا الظهارية والطلائية الحرشوفية موجودة بها هاي. حتى خفت يسألون يا نسيج موجود في الجهاز اللمفاوي يا طبقة، هو من الدم واللمفاوي. هنا 2 منهم من المتكونات من الأصل بهذا الابيثيليوم سكويمس ابيثيليوم، وينشأ من طبقة داخلية جنينية اسمها الاندوثيليوم. تذكرون أخذنا الإكتو والإندو والميزو، حتى تكون واضح عندك منين تجيك الأسئلة، منين هاي الأشياء تطرق، شلون هاي المقارنة جايتني، أنت حتى يكون واضح عندك. هنا شلون احنا قسمنا الجهاز الدوران بصورة عامة إلى دموي ولمفاوي، وعرفنا مكونات كل واحد من عندهم. هنا يقول لك جهاز الدوران بصورة عامة اكو فيه نوعين، الماكرو فيسكولار والمايكرو فيسكولار. الماكرو يعني الكبير، احنا مو قلنا هنا فوق الأوردة والشرايين تكون كبيرة ومرة صغيرة. شوف حتى هنا لأن الكابيلاريز مرة تكون كبيرة ومرة تكون صغيرة، فهنا هذا يعطيك انطباع نهائي انه يتقسم الى نوعين، الماكرو يعني الكبير اللي هي متكون مالته الاوعية اكثر من 0.1 مليمتر بالقطر، اللارجر الشرايين الكبيرة العضلية
ماشي، والعروق العضلية هاي كلها تكون كبيرة، لكن المايكرو يعني صغيرة، أوعية صغيرة. شوف الكابيلاريز، الأنابيب الشعرية الصغيرة، الشرايين الصغيرة، الأوردة الصغيرة كلها. هسه هاي واضحة فوق التقسيمات ووظائفها. أكو سؤال عليها ما مفهوم بالامتحان، من يجي يقارن بين البلود سيستم اند ليمفاتيك سيستم، تعرفون تقارنون حسب المكونات والنسيج الموجود بها ووظيفة كل واحد. اتفقنا بعد احنا هسه واضحة مو مؤشرة معكم، مكونات هذا شنو ومكونات هذا الآخر شنو من حيث الحجم والوظيفة. زين، هنا أنا ليش يأكد على الطبقات لجدران الأوعية الدموية؟ ليش دائما يأكدون الجدران مع الأوعية الدموية يعني تنقل هذا السائل مهم؟ فإذا تعرض إلى ضربة راح يصير نزف داخلي، فلازم هذا الجدران مالته شو تكون لها مرونة وقابلية تتحمل الصدمات، مو بس تساعد على نقل الدم. ماشي، تحمي تكون مرنة. نعم، شنو هاي المرونة؟ منين يعطيها؟ منين تعطيها المرونة؟ طبعا اكيد حسب مكونات كل نسيج، لكن هي هاي شو يسموها البطانة، كرونيكال تيمر، اشوف مصطلح جديد عليه. هاي طبقة داخلية للخلايا مدعمة بطبقة من النسيج الرابط اللوز المفكك، احنا اللوز كونكتيف تيشو، تطل الجدران متانة. ومرات بعض الاحيان يقول لك موجود به خلايا عضلية ناعمة سموث مسلر سير، يعني شوف هو البطانة مال الجدار الدموي مال هذا مالتنا، الجدار الدموي مال الأوعية الدموية. شوف ايش كم نسيج بي بي لوز كونكتيف تيشو، عد وياي، عد هاي واحد. وفي بعض الأحيان شوف هو جنرالي سموث مسكولر سيلز، هاي كلها وين؟ بالبطانة مال الوول ليزر بلود، حتى توفر له الحماية اللازمة حتى يكمل مهمته على تمر. بالشرايين الانتمة يعني البطانة ما يقصد عليها داخلية للوريد، تنفصل separated from the media يعني عن الجسم الداخلي بطبقات. يعني شلون الصوندة من تقصوها من فوق تلاحظ تباوحها تلقاها طبقات ألوان، الحافة طبق لون، شوية المركز يصير لون، هتقرب لكم الصورة. هاي شو بما تنفصل بانترنال الاستيك لاميلا، يعني طبقة مطاطية داخلية ماشي، هي هاي المكون الأكبر للفاصل بين طبقتين داخلية وخارجية للوعاء الدموي، يعني بنوعين من الأنسجة والشرايين مالته البطانة الداخلية مالتها منفصلة بواسطة هذا التركيب اللي هو احنا نسميه البطانة الإلاستيكية internal elastic lamella، هي الموجودة السائدة بهذا المكان. هاي حتى يكون عندك معلومة. هاي الخارجية. زين التيرميكا ميديا يعني الأشياء الداخلية داخل المجرى الدموي مو من السطح. تخيل هذا الصوندة، أنا حكيت لك هسه على الجزء الخارجي، هسه دا اتجه للجزء الوسطي يعني داخل الوعاء الدموي. أما طبقة طبقات أيضا من السموث مسلر سير نفسها موجودة بالخارج متداخلة أو متراصة داخل الخلايا مال أيضا الفايبر إلاستيك واللاميلا نفسهن. مجرد هناك اكو كونكتيف تيشو، هنا أنا ماكو، يسموها هاي الطبقة الاكسترنال الاستيك لامينا.
الطبقة اللاستيكية الخارجية، وتكون أنحف من ذيك أسمك. هاي صار عندك مقارنة بين اثنين، وضحت واحدة عكس الأخرى. زين التونيكا أدفنشي هاي شنو؟ هاي الأدفنشي تكون من الإلاستيك فايبر والكولاجين. هناك عندي كونكتد تشو سموث سيلر الاستيك فايبر، بس لا، هاي تجمع الكولاجين، ضيف لها كولاجين والاستيك فايبر. هاي ايضا موجود وياها النسيج كونكتف، نسيج داعم خلال هذه الاوعيه. يعني مجرد هذا المصطلح تعرف لي شنو مكوناته، انتهت القضيه. هذا اللي بعده القبله هم مصطلح تعرف لي مكوناته، خارجي لو داخلي، وهذا ايضا. هاي مكونات الجدار الوعاء الدموي، انتهى. هاي ما لها علاقة بها، هلونها باللون الأسود متروكة، ما أريدها. يعني نكرر الكلام الضمني موجود فوقها. هسه احنا اتفقنا الشرايين والأوردة بهذا الجهاز تكون متنوعة بالحجم، ماشي. اجي هنا قسمها حسب الحجم، هم دا يعيد الكلام. تشوفون arteries classified according to their size، large elastic arteries يعني الشرايينات المطاطية الكبيرة الحجم، الميديوم الموسكلرات يعني الشرايين العضلية الوسطية، صار عندك نوعين، والشرايينات يعني هو شريان بس نوع صغير ارتروليز، والكابلريز الشعيرات الدموية الصغيرة، ماشي. هاي الشرايينات نجي نرجع نقول الشريان شنو وظيفته حتى منتهي. هذا من الشريان، وظيفته يحمل المواد المغذية والأكسجين لمن؟ إلى الأنسجة، ماشي. يعني يورد للأنسجة، أي أكيد يجيب لي إياها للأنسجة، ماشي. يعني يغذي الرئة، يغذي الكبد، شنو هاي؟ والرئة منو؟ أكو شريان مشهور للرئة، شنو اسمه؟ معروف مشهور، انت سمعت انبهر، الابهر اسمه، عافية، الابهر يابا مشهور هذا، شوفوا شلون عرفوه. هسه خليجي نشوف هنا، من يقول اللارج الاستيك ارتريز هذا اللي يقصد عليها الكبيرة، شنو وظيفتها؟ هاي تساعد باستقرار تدفق الدم. اذا اول وظيفة الكبيرة هاي استقرار تدفق الدم، يعني حجمها كبير يساعد على استيعاب هاي الكميات الكثيرة. مبيني وضحت لكم يا حسين، هذا هو. هنا يقول لك الأبهر يتضمن الأبهر الأورتا وتفرعات أخرى، هو من نوع الإلاستيكة من الشرايين المطاطية حتى يتحمل الصدمات والضربات، وتكون تفرعاتها أيضا كبيرة لوقتها. شو يكون لونهم ذني الكبار؟ من أنا مثلا دول أهل الطب من يشرحون، شلون يعرفون هذا أبهر وهذا من النوع اللارج أرتريز؟ يكون لونه أصفر، شوف هذا شيء مميز له. أها، صارتكم معي. ليش أصفر؟ نتيجة لتراكم الإلاستين، هاي مادة مطاطية لونها أصفر. ببساطة انتهت الكلام. هاي أنا عرفت هذا اللارج ارتري أو الأورتا أو التفرعات. شلون تفتح لك شغلة محركة وهاي تبوع اللون الأصفر؟ قل له هذا يشبه بجسم الإنسان الأبهر، الشريان الأبهر، واضح لونه مميز وعرفنا منين متكون.
الانتيما مالته يعني البطانة ثيكر ذان المسكلر ارتري، يعني البطانة مالته تكون اسمك من الشريانات اللي هي مقارنة إلى اللي هي هاي الجوة، أسمك من الجوة دايتك مقارنة لقدام. من تسمع muscular artery أو شريان المتوسط اللي هو نفس الميديوم، هذا مالت الانتيما تكون أسمك، ويحتوي بين هذا الجهاز اللي قلنا الطبقة المطاطية والخلايا العضلية الملساء موجودة هنا بهذا المكان، تحتوي بيناتهم عند reticular fiber ألياف شبكية بروتوكلايجان بروتين وسكر وجلايكوبروتين سكريات وبروتينية متنوعة. هاي الأدفنشيا اللي هي الفواصل تقول لك أندر ديفلوب، يعني ما موجودة بكثرة بي. ماشي، أو إحنا أكو بهم يسموها صمامات، إحنا ما نقول هيك شيء، لكن هي ما موجودة. أهم شيء تعرف اللون مالته تفرعاته ومكوناته والسماكة مالته للانتماء أكثر من المتوسط، هذا كلش واضح صار. شوف هسه أول ما بادي هنا منطق مقارنة الانتماء استكار هنا ايش قايل لك الانتماء از بهذا الوسطي سب اندوثيليال لير استكار ذان ذات ارتري بها طبقة الاندر هذه، يعني دا مو على السطح سب اندوثيليال السب يعني يكون تحت السطحي مو داخلي تحت السطح، هاي الطبقة تكون شوي شنو اسمك من الشريانات، اكو شريان كبير والشريانات الصغيرة يسموه الابتلوريس. اذا صار واضح هاي، يعني هو بطبيعة القاعة للمحاضرة هنا دي يسوي لك اياها على شكل مقارنة، كأنما انت دا تقارن بين النسيج او الشريان الكبير والشريان المتوسط من حيث اللون والتفرع والسماكة مال الطبقات والخلايا المتكون منها. هنا أنا لا هم بي اللاستيك لامين اللي شوف ايش كم طبقة بي التوني كميديا هناك شلون اللاستيك هنا شو تكون لا تحتوي على 40 طبقة من السموث ماسكولار سيل. هناك قاعد يلبس سموث مسكولر سيلز فقط ما محدد عدد، هنا أنا لا شارط عليك قايل لك آية 40. زين أنا راح أسألكم هنا أنت لازم تجاوبون هذا السؤال، يعني هذا أنتم ماخذينه بالمحاضرة السابقة، من هي سموث مسكولر سيلز ليش 40 وحدة هذا العدد؟ إيش تحتوي المسكولر سيلز؟ هنا هي وسطية وعضلية مسمي شريان عضلي، شغل الشريان العضلي شو يسوي الشريان العضلي؟ العضلة شنو وظيفتها؟ هو الشريان مرتبط به حركية، إذا حركية ايش تحتاج قلنا؟ أي طاقة حسين أفيا حسين طاقة باعوا وشوفوا، إذا هاي السموث ماسكلر سيل تذكرون بالمحاضرة قلنا لكم تحتوي تحتاج طاقة تسوي حركة، ليش به العدد هو هنا أنا قايل لك بهذا الشريان العضلي أو الشريان الوسطي؟ إذن هو حتى يساند بالطاقة، صار واضح؟ شوف شلون ربطت هاي المحاضرة بالمحاضرة مال المسكلر تشو. أحسنتم، واضح هسه؟ صار واضح عندكم؟ جيد. الفواصل هاي الادفنشيا مالتها كونكتيف تيشو يعني موجود نسيج رابط، يعني هنا هم هاي المحاضرة ماخذة من المحاضرة مال الكونكتيف تيشو والابيثيليال تيشو ماخذة من الموسكلر، يعني مجمع ثلاث محاضرات بمحاضرة واحدة من هسه قلت لكم هاي مهمة والحليم تكفيه الإشارة. حتى هنا عندك بها أعصاب، شوف ما دام عضلية كل تقريبا أكثر من النسيج موجود به، هم السموث وهم النيرف وهم الكونكتيف تيشو وهم الخلايا اللمفاوية الشعيرية الدقيقة
ماشي، موجود في هاي المنطقة. يعني تقريبا هذا الميديوم ماسكولار ارتريز، يعني ما مخلي تقريبا، ما مخلي نسيج ما ضامه يمه. شوف هنا قلنا ارتريز، هنا الارتيلويز، تشوفون هذا اخر 3 4 حروف، هاي بالانجليزي معناها شيء مصغر من الشيء الاصلي. الارتيلويز ار ليس، شوف اقل ذان نصف مليمتر الدايمتر، يعني ايش قد صغير هذا الشرايين. احنا ما نقول عليها شريان، شرايين بالعربي، ما اعرف مو بالانجليزي شنو يترجموها. شوفوا السب اندوثيليال لاير فيري ثين، شوف فيري ثين، الطبقة تحت السطحية اللي تغطي هذا الشريان أو الشرايين العفو، تكون فيري ثين، وعنده شريانات تفرعات very small، كلش دقيقة. ماشي، الطبقة الداخلية مالته شنو؟ ماكو، absence، غائبة، يعني هو دقيق جدا، ما يتحمل طبقة ثانية وياه. شو أقول لك؟ interior elastic lamina is absent، ماكو. من اللي عنده هذا الانترنال elastic؟ لا، من وين موجود؟ موجود بالشريان، يعني حجمه كبير، وهذا وين موجود هنا. انا طبخكم اياه بالازرق حتى يصير واضح. هنا يقول لك لا ما موجود، يعني هو ارتولوريس صغير، اصغر من نص مليمتر. وهنا يقول لك الميديا، يعني الجزء الوسطي من هذا الشريان، يتكون من 1 إلى 2 من الطبقات، اللي هي منه سمول ماسكولاسين، لا عنده طبقة خارجية مطاطية. ماشي، ما موجود، بس موجود ب سموث ماسكولار سيل، نو اكسترنال الاستيك لامين، ماكو. هذا كراهة لك، ما لا انترنال ولا اكسترنال، لا انترنال ولا اكسترنال. هنا الانترنال الطبقة الداخلية غائبة ما هي موجودة، والطبقة الخارجية ايضا غير موجودة. يعني يقول لك الارتلوريز الشريانات حتى الصغيرة والكبيرة ما موجود منها. خاف اهجم عليك بسؤال يقول لك لارج ارتلوريز، شريان صغير او شريان كبير يحتوون على الانترنال الاستيك لامينير، اكسترنال الاستيك لامينير، أو لامينيا يسموها مكسيكي. لا، اثنين هم موجودات، والدليل انه حجمه اقل من نص مليمتر بالقطر عند دايمتر. هسه هذا التقسيم الاخير، الكابلاريز اللي هو شنو؟ الشعيرات، طبقة واحدة فقط اللي عنده ثيليال سيل موجودة، الأقطار مالته متنوعة، طبعا هاي الأوعية الدموية الشعرية متنوعة الأقطار من 7 إلى 9 مليمتر. لحظة خليكم معي،
أضل عبر رجعنا شوية مكالمة وحتى ما ردناك تسمعها. وياي على الخط واضح؟ تسمعون صوتي؟ ماشي. هسه احنا بما يخص الكالوري قلنا هو طبقة واحدة اندوثيليال مكوناتها سنجل لاير. يعني مثلا لو اجيب لك سؤال مع المطابق يعني اجيب لك كابيلاريز واجيب لك اختيارات هنا صفها هو وحدة منهن سنجل لاير اندوثيليال سيل او اكثر من وحدة مو سنجل اسويها تو لاير اوف اندوثيليال سيل. المفروض انت من تشوف الكابيلاريز تختار هاي سنجل لاير ماشي، او ما اجيب لك هاي اجيب لك من 7 الى 8 مليمتر اللي هو القطر مالتها. يعني دا اقصد انا دا اقول لك يعني انا اقصد هذا، هاي المعلومة تخص هذا المصطلح. هذا الكابيلاريز مكونة منين؟ عرفنا هسه مكونة من هاي الطبقة. منين مكونة من الخلايا؟ ثلاث خلايا. السطح الخارجي مالتها يستند على جزء قاعدي احنا نسميه بيزل لامينيا ماشي. النويات مالته تكون مدمجة إلى الكابيلاري إلى القاعدة. يعني النويات الموجودة بهذه الخلايا الثلاث خلايا موجودة وين؟ بالجزء القاعدي اللي يستند عليه هذا الكابيلاري. وتكون عندك هنا مواقع مختلفة وأحجام مختلفة، يعني عالم حيال، مرة تلقاها 7 مرة تلقاها 8 مرة تلقاها 9 ماشي، أحجام مختلفة ومواقع مختلفة ماشي. عندها سيتوبلازمك هاي مكوناتها حتى ما أطيلها عليكم، ومحاطة بالإنديوثيليال سيل. نعم قلنا طبقة واحدة هي محاطة. بمجمل هاي الخلايا شو يسموها؟ بريسيست بتركيبها هذا، يعني الجهاز الخارجي السطحي مالته ثلاث أنواع من الخلايا مستندة على قاعدة، والأنوية تكون بالقاعدة وبها سيتوبلازم ومحاطة بالإندوثيليال سيل. هاي الإندوثيليال سيل بهذا المكان شو يسموها؟ بريسيست. وأخيرا وليس آخرا الأوردة الفينس أيضا تصنف حسب شنو؟ شلون صنفنا الشرايين حسب الأحجام؟ هنا أيضا نفس الأحجام الفينوس الوريدات الصغيرة ماشي. تصغير وريد شنو؟ شنو كلمة تصغير وريد؟ حيدر جاسم قد راح او كنا خبيه تكمل المحاضرة اللي تروح بس تغادر اعطيك صفر اسجلك صفر وغياب روح باكر. جيد وإذا قطر هو 0.2 الى 1 مليمتر ماشي. منين متكون ايضا؟ من اندوثيليال سيل الميديا، يعني قصدي الوسط، الجزء الوسطي من الأوردة. هذا شو يكون؟ أرق من الماسكولار سموث، من الخلايا الأخرى، من الخلايا الأخرى الموجودة. الأدفنشية الفواصل مالتها تكون ثكر لأن طبقتها، يعني الأوردة بها فواصل أكثر من الشرايين، هاي خليها ببالك. انا ما قلت لك شيء هيدا واحد تورط يحكي وياكم. small and medium size الفينز، small and medium size شوف هنا أنا دامج لك اياهم. القطر مالت من 1 الى 9 ملم الانتيما ويز سب اندوثيليا. شوف هناك اندوثيليا هنا شنو؟
سب اندوثيليال لاير. ايضا سموث ماسكلر موجودة. باندولات يعني حزم. كولاجين الاستيك فايبر. الادفنشي هنا ثكر، هنا شو تكون يعني موجودة لكن مو كلش متطورة. اللارج فينولتس، اللارج يعني الكبيرة بالحجم، البطانة مالتها شو تكون؟ فيو ماسكولار سيل، خلايا عضلية قليلة. الادفنشيا مالت الفراصة بتكون شنو؟ فكر. الميديوم سايز الملاحظة هنا تحتوي على صمامات، هاي الصمامات مو موجودة بالشرايين، موجودة فقط بالفينس. تكون interior consist of two seminular fold، يعني ثنائية تكون. project into lamella، يعني تكون بارزة من البطانة الداخلية. تدفع الدم باتجاه نحو القلب. they push the venous blood، الدم الوارد. to the direction of the heart، هاي وظيفتهم. يعني وظيفة ذني الثلاثة أو وظيفة الفينس بصورة عامة. القلب ماكو داعي أشرح لكم عليه، أنتم تعرفونه تركيبه وتشريحه، وعضو عالي التخصص، يضخ حوالي 4000 جالون من الدم يوميا. محتوى 2 بطينين واثنين أذينين، 2 أرتيا، 2 فنتركلز. خلاصة الكلام بصمامات. إي نعم، شنو وظيفة الصمامات؟ مو بس تخليه تتجه باتجاه واحد، حتى تمنع من الرجوع بالاتجاه المعاكس. هاي الصمامات ماشي. وأخيرا وليس آخرا، هي أهم شيء هنا لني طبقات الثلاثة بالقلب. شلون أخذنا مكونات الشرايين والأوردة، وبعدين القلب اندو كارديوم مبينة من اسمها داخلية، بيها كونكتف فيها أعصاب وتفرع بيركنجي فايبرز، هاي الياف عصبية، متفرع أعصاب متفرعة سبندوثيليال لاير كونكتف تشو، هاي كلها موجودة. وأورد المايوكارديا الوسطية، الطبقة الوسطية للقلب. كارديك ماسكولار سيال، خلايا عضلية قلبية بين أكيد نوعين، متقلصة كونتراكشن يعني خلايا متقلصة، وهنا أمبلس مولدة للنبضات كوندكشن سيل نابضة. والإبيكارديوم هاي الغشاء الخارجي. هسه خلص المحاضرة ومسجلة أيضا، هعطيكم الكوز. الكوز 5 دقائق هو يعني كلش واضح. ابتدي يكمل كويز يروح براحته.